مثيرة بمشيئة الله. النادي المصري المنتشي بالفوز الغالي والصعب على فريق انبي في لقاءات الأسبوع الماضي ذهبي في ترتيب جدول الدوري، وحاليا مركز خامس نادي الزمالك برصيد 33 نقطة، ولكن من 19 مباراة لمسة وتماس تصل على الشمال على طول محاولة كريم طاري والتصويب ولكن بعيدة. هداف طلاع الجيش هو النجم كريم، والمرة التالية في الأسبوع الماضي كان 2-1 لمسة براسية متابعة على الطرف اليمين تصل على طول دغموم خطير سريع متميز مكسب كبير مهارة كبيرة قدرات كبيرة والتصويبة يا الله يا الله انطلاقة بمهارة بتحرك عنتري روعة بقدم النجم الجزائري عبد الرحيم دغموم عدى فات من واحد ومن التاني ثم تصويبة قوية إلى حد ما، ولكن فين في الزاوية في اللي واقف فيها الحارس أحمد مسعود. أحمد مسعود برضو كان حارس مرمى مع أهداف اللقاء النهارده مشاريع الداخلية فاز على المحلة 2-1 تصويب ولكن بعيد على المرمى. التصويبة القوية بقدم عبد الرحيم دغموم ولكن بعيدة كل البعد على المرمى. هذا اللاعب الجزائري هدفين في الدوري في 12 مباراة، وكان طبعا نجم المنتخب الأولمبي سابقا ولاعب متميز ولاعب عامل مستوى عالي جدا مع نادي في اللقاء النهارده. احمد منصور قلب الدفاع، وادي النجم حسام حسن المدير الفني النادي المصري على طول عاليه خطيره والراس ممتازه والصد الله 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 على الصد الحلوه. احمد مسعود يتالق مشاهدينا ويمنع الهدف الاول في المباراه. هذه العرضيه الجميله بقدم زياد كمال ثم ارتقاء بضربه الراس غير عاديه، ولكن صده روعه الروعه من احمد مسعود. مسعود يتالق ويمنع لفريق طبعا طلع الجيش هو المدير الفني التالي هذا الموسم، بدا الموسم مع الكابتن القدير علي عبد العال لمسه وهجمه ثم القدير محمد يوسف بعرضيه خطيره ولكن في الامان طلع كورته احمد عماد برا ملعب ركنيه لصالح فريق طلع الجيش. وحاليا عماد النحاس مدير فني ثالث نطلع هذا الموسم كابتن محمد العتباني. الحكم الرابع بيشيل لنا بدقيقتين وقت بدل ضايع بناء على شرب الحكام الدولي الكابتن محمود البنا. ركنيه لطلع الجيش بقدم الخواجه، الخواجه عاليه خطير راسيه حلو من جريندو تصل لعبد الله الاستلام لسه مع الكره عبد الله ترجع لأحمد زولة لما كورته حلوة زولة عدى زولة بصة حلوة على الشمال تغيير ملعب ممتاز تصل كريم طارق المهارة هوب التصويبة لسه كريم تصويبة ولكن قاطعين المية والنور على كريم طارق مدافع المصري. هجوم معاكس محمد جريندو مع المدرب العام وادي حسن علي لأحمد زولة سلامات في إصابة لأحد لاعبي في نص الملعب إن شاء الله يكون سليم بإذن الله. ونكمل الثواني المتبقية على نهاية الشوط الأول على خير. عماد النحاس حسام حسن وجها لوجه ومحمود البنا حكم المباراة بيدير اللقاء بشكل جيد والحمد لله مباراة خالية من البطاقات حتى وقتنا هذا. على طول مسعود راسية تعدي ترجع ورا لابو بكر لمسه خالد سطوحي ترجع احمد عماد للحارس عصام ساروت ومعاها حكمنا الدولي الكابتن محمود البنا بيصفر بنهايه الشوط الاول في لقاء المصري وطيد ولكن تصويبه ضعيفه وكانت سلف احضان الحارس احمد مسعود. هم دول الهجمتين الخطيرتين على مرمى طلع الجيش حتى الان طوال المباراه، ولكن في مقابل النادي المصري مفيش اي هجمه ولا اي خطوره على مرمى حارس عصام ثروت حتى وقت هذا. الشوط الثاني بدا المصري اصبح على الشمال بالابيض والطلاء اصبح الان على اليمين بالزيلة فعلا خروج ابو امنه 13 ونزول طبعا محمد شحاته وخروج عبد الله ونزول محمد شريف امام الكره الطوليه
لمسه مهاره عبده يحيى عرضها لبره دفاع تترد الهجمه قطعه ثانيه تصل لعبد الرحيم دغموم لما كورته حلو خطيره عبده يحيى والمهاره التصويب والدفاع ترجع بتلاقيها ورا لدفاعات المصري استلام زياد كمال لاسلام عطيه عدى تصويبه قويه والصد حلوه الله 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 عليك يا الياس الله الياس النجم التونسي بمهاره وتصويبه حلوه قويه غير عاديه ادي الياس الجلاصي لم كورته وتصويبه جميله ولكن الصد الروعه من الحارس احمد مسعود يتالق ويطلع كورته ويمنع الهدف الاول للنادي المصري في الدقيقه الرابعه من عمر الشوط الثاني لمسة عالية صد من مسعود متابعة كريم طارق يرجع على الشمال حتى الآن في خطورة حتى الآن في هجمات خطيرة على مرمى طلع الجيش بس ناحية كريم طارق طلع بيها كريم النهارده كريم مش في حالته النهارده كريم طارق بعيد كل البعد عن مستواه لمسة انطلاقة من جريندو تاكلينج حلو أحمد منصور في الأمان بره الملعب ركنية لصالح النادي المصري اطلاع في حاجة ماسة لخدمات محمد سمير مكان كريم طارق وممكن حسام حسن يستعين بخدمات كريم العريق على حساب أحمد عماد هنشوف ونتابع سير المباراة ومجريات اللقاء حسام والركنية والرأسية واللمسة قطيرة جدا والهدف جول جوه جول الهدف الاول الان لصالح النادي المصري في متابعه جميله بقدم عبده يحيى عرضيه من ركنيه ثم ارتقاب ثم العارضه ثم المتابعه الجميله جدا بقدم النجم عبده يحيى اللي النهارده يسجل اول اهدافه في الدوري مع النادي المصري هذه العاده ثم الارتقاء والراسيه ثم المتابعه واللمسه بقدم النجم عبده يحيى عشان النادي المصري يسجل الان هدف اول هدف التقدم يا سياده في الدقيقه 64 من عمر اللقاء اخيرا الشباك تهتز وتعلن عن تقدم النسر الاخضر بهدف اول في المباراه هذا على طول راسيه ثم العارضه ثم المتابعه المتابعه بقدم اللاعب شمال تصل الخواجه وانطلاقاته ولكن تاكلينج 100 بقدم مين بقدم زياد كمال زياد والهجمه على اليمين تصل عبد الرحيم الكره الطوليه عبده يحيى وانطلاقاته ولمسه البره خطيره عبد الرحيم عرضها البره طلع خطيره زياد كمال والتصويب في الحيطه تصل على اليمين لعبده هوبا تصويبه حلوه الله 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 عليك يا ولد الله تصويبه جميله بوش القدم الخارجي ولكن تعدي على يمين الحارس احمد مسعود شوط تاني حلو في اداء الفريتين شوط تاني في هدف سجله عبده يحيى في الدقيقه 64 احمد سمير والحيطه والمخالفه احمد سمير عرضيه عاليه بعيده جدا جدا لسه في الملعب محمد شحاته والسنده تصل محمد شريف وعرضيه خطيره راسيه من عمرو موسى ترجع محمد شحاته فقدم حسين السعيد وتلعب بره الركنيه مره ثانيه لصالح طلع الجيش ضغط كبير ضغط كبير من كل مكان في الملعب والركنيه بقدم محمد شريف والركنيه محمد شريف كرته عاليه خطيره والراسيه حلوه منتخب خطيره تعدي ولكن تلعب بره ضربه الراس احمد منصور ومتابعه براسيه من خالد سطوحي ولكن تعدي بشكل غريب والله غريب عجيب والله عجيب هذه العاده ثم الراسيه ثم المتابعه الجميله وضربه راس من سطوحي ولكن تعدي وتلعب بره بعيده على المرمى في فرصه تهديفيه غير عاديه بالنسبه لطلاع من اجل تسجيل هدف التعادل والعوده للمباراه. ملعب احمد زولا والان الحكم الدولي الكابتن محمود البنا بيصفر بنهاية المباراة والفوز الغالي والصعب اليوم فوز المصري على طلائع الجيش.